أنا اسمي وليد سعودي، وأنا عندي وجهة نظر في مسألة نقل النموذج الغربي للمرأة وحقوقها من أوروبا لمصر. أنا عندي وجهة نظر خاصة، مش بس خاصة، هي من مستمدة من الشريعة الإسلامية، إن هم يجوا ياخدوا النموذج الإسلامي أو النموذج العربي ليهم عندهم، وده محدد من نظرية الإرث، لأن الورث في الإسلام بيدي للمرأة 11 فرصة أما للراجل 7. فمعنى كده، ودي موجودة طبعا نظرية اقتصادية في مسألة الإرث، إن هو الإسلام أو النموذج الإسلامي أو العربي بيحمي المرأة أكتر من الراجل، عشان محدش يسلب حقها في ورثها لما مثلا في حالة وفاة الوالد أو الزوج. بالنسبة لباقي الحقوق، أنا شايف إن المرأة في الإسلام أو المرأة في العالم الإسلامي مصانة أكتر من ناحية العرض أو المكانة أو التجارة أكتر من أوروبا، لأن إحنا عندنا بنقيس الموضوع دوت بنسبة الحوادث. فالمرأة في أوروبا معرضة للانتهاك الجنسي أو التحرش الجنسي في مواضيع كتيرة أكتر بكتير من اللي موجودة هنا هوت في مصر. ما بنكرش وجودها هنا هوت في العالم الإسلامي، ولكن النسبة تكاد لا تكون، يعني فارق شاسع كبير جدا بينها وبين النموذج